بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع الدرس رقم 52. هنبدأ إخواننا بقى بعد ما اتكلمنا في الدرس اللي فات أو في الدروس اللي فاتت على العمليات المنطقية والعمليات الحسابية. هناخد الدرس النهاردة إن شاء الله إف. سلسلة الدروس دي إن شاء الله إف، وتلات أربع دروس جايين هيبقوا بعنوان كنترول ستراكشر، يعني الجمل اللي بقدر أتحكم فيها في الإيه البرنامج. اف ليه؟ يعني ايه اف؟ وايه الحالات بتاعتها؟ يعني اف الاول بمعنى لو، بتستخدم في العمليات المنطقية. تخلي بالك ده الشكل بتاعها البسيط لوجود احتمالين بس. بمعنى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، انا مثلا عندي طريق، انا عندي ايه طريق، تمام اهو، وليكن الطريق كده خلاص، ده الشارع الرئيسي وحضرتك جاي كده. انت بتسأل في مثلا محل او شخص وقف مكانه هنا كده بالظبط، خلاص تمام. انت بتسأل الشخص ده وبتقول له لو سمحت ممكن، خلي بالك، ممكن ادخل الشارع كايه، كمثلا ادخل فيه يعني قابل للدخول فيه. هيجاوبك حاجة من الاتنين، لا إما آه ممكن تعدي فيه الشارع ده مش مسدود، لا إما لأ، يا إما آه يا إما لأ. طب لو قالك آه هتعمل إيه؟ هتدخل. يبقى أنت قلت له إيه؟ لاحظ، سألت سؤال، لو الشارع مفتوح هعدي، لو الشارع مش مفتوح مش هعدي. طب لو الشارع مغلق، ها هت إيه؟ هتكمل هنا، صح؟ جميل جدا، لحد دلوقتي مفيش مشكلة، خلاص. طيب الأخضر ده في حالة، تمام، عدم، آسف، في حالة تحقق الشرط. بمعنى قلت له لو الشارع مقفول، أو آسف الشارع مفتوح، قال لك مفتوح، هو بالفعل في الآخر مقفول، تمام، يعني أنت فاهمني، سيبك من مقفول ولا مفتوح، بس إحنا نعرف يعني إيه لو. بيبقى قدامك اختيارين وتختار منه. طب تعال نفضي الشكل، تمام. مثال تاني، رحت مثلا للعيادة للدكتور، لو سمحت يا ممرضة، تمام، أو اللي واقف مثلا الكاشير عند الدكتور، تمام، اللي بتاع الفيزيتا، لو سمحت الدكتور بيجي يوم إيه؟ قال لك مثلا بيجي بس يوم الجمعة فقط، تمام، أو أنت اتصلت بيه قال لك بيجي يوم الجمعة، يبقى الدكتور ميعاد الكشف بتاعه يوم الجمعة، خلاص جميل، تمام. أنت بتبص في النتيجة او في الايام الاسبوع، بتشوف النهارده قدامك احتمالين، لا يبقى يوم جمعه، لا ما يبقاش، انت فاهمني، لا يبقى النهارده يوم جمعه، لا ما يبقاش. لو طلع يوم جمعه هتروح، تمام، لو ما طلعش يوم جمعه مش هتروح. طب لو طلع جمعه هتروح بس، لا هتروح وقطع حجز وكذا 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 وكذا، تمام، يعني هو بالاول انت بتشوف الشرط، هو النهارده الجمعه، تمام، اه يعني ما تجيش في الاول تقول اه ده انا هروح احجز واعمل كذا وهاجي اشتري من الصيدليه كذا، طب انا ما معيش فلوس تكفي، اخد فلوس من مثلا مكان كذا او اعفي فلوس في كذا. طب انت الاول مش تشوف انت النهارده الجمعه ولا مش الجمعه؟ اه المنطقي اللي انت تشوف الاول النهارده الجمعه او مش الجمعه. لو الجمعه هيترتب عليها الاشياء اللي انت معدها، لو مش الجمعه خلاص تستنى ليوم الجمعه وايه وتنفذ الايه الايه الحاجات اللي انت مظبطها في حالة تحقق الشرط، تمام. تعالى ناخدها في البرمجة، تمام، نفتح الباك بتاع، خلاص اهو في الزرار ده، هعرف متغير اسمه مثلا دي اليوم، خلاص، اسم نوع سترينج اسمه فرايدي يوم الجمعة. شوف الدكتور بتاعنا بقى نظامه ايه. خلي بالك البنية اهو، هعمل هنا تعليق اهو، البنية او شكل اف بايه الايه الشكل البسيط، لو احتمالين بس، احتمالين ايه بس، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هقول له اف لو اليوم، خلي بالك، شوف بكتب نفس المتغير، لو المتغير بتاع اليوم اللي هو مخزن في القيمة،
يساوي، ما تقوليش كده، لا احنا قلنا العلامة دي assignment كده بيساوي ايه؟ ها فرايدي، احسنت، بيساوي فرايدي، بيساوي كلمة فرايدي زن. تمام، هنا الاكشن بيتحط هنا، لازم انهي الاف، خلي بالك، انت كده تمام. هنا بقى الاحداث، لو الشرط ده اتحقق، لو النهارده يوم الجمعه هروح احجز واروح اقطع تذكره واحجز مستعجل او مش مستعجل، واشتري من صيدليه كذا، واخد مواصلات كذا، ومعادي كذا، واظبط شغلي على الايه لو يوم الجمعه. خلاص، ده الشكل البسيط خالص لايه؟ لاف. اهو ده الشكل البسيط لايه؟ لاف. اتفقنا؟ اف شكلها البسيط بتتكون ازاي؟ كلمه اف ثم الشرط، كل دي بيسموها الشرط. الكونديشن ممكن تحطها بين اقواس عادي يا حبيبي، مفيش مشكله. خلاص تمام، اف الشرط، كلمة زن، بعدين تنهي الاف. دايما ابدأ الاف انهيها عشان ما تنساش. خلاص، وهنا الاكشنز. طب تعال نجرب، تعال هقول له ديالوج. دايما في الاف خلي بالك تدخل تضغط على تاب، ليه؟ عشان يبقى جمال التنسيق، تبقى انت عارف ان كل اللي تحت ده مترتب على الاف. هتقول له هنا ديالوج دوت مسج، سمحت طلع الرسالة، قول لي ايه؟ الطبيب موجود، الطبيب موجود يوم، او الطبيب موجود خلاص، لان احنا يوم الجمعة اصلا. خلاص، هيطلع رسالة الطبيب موجود ليه؟ لان اليوم الجمعة. تعال نجرب اهو. قال لك فعلا الطبيب موجود، ليه؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ انت قلت له الطبيب بيجي يوم الجمعة، عندك متغير اسمه دي بيساوي فرايدي. انت قلت له لو اليوم اللي انا فيه دلوقتي بيساوي فرايدي يوم الجمعة، لان الطبيب الممرضة قالت لي بيجي يوم الجمعة، خلاص يبقى الطبيب موجود. طيب لو اليوم ده مثلا ايه؟ ساتردي، يوم السبت. تمام، خليها بالاختصارات اهو. تعال نشوف، شوف اللي هيحصل. اضغط، اظبط، مفيش حاجة بتحصل. ليه؟ لأن أصلا الشرط ما اتحققش عشان ينفذ هنا. الطبيب مش موجود عشان أروح أحجز، وعشان أروح الصيدلية وأشتري وأظبط المشوار والوقت اللي هروح فيه والكلام ده. وصلت الفكرة؟ يعني عشان تنفذ الكود ده لازم تحقق الشرط ده، لازم تنفذ بيسموه البلوك. البلوك بيبقى دايما بين اكشن اهو، امر وامر، دايما الكلمات الزرقاء محجوزه زي ما اتفقنا اهو. يبقى عمر الاوامر، خلي بالك مش امر واحد، انت ممكن تعمل اوامر كتير جدا هنا، وتعمل اف جوه اف زي ما هناخد ان شاء الله. لو اليوم بيساوي الجمعه الشرط اتحقق، لا ما يدخلش هنا اصلا، ما يشوفش هنا، يعني ما يقولش زي ما احنا قلنا، ما يقولش ده انا هروح احجز وكذا وكذا وكذا، اصلا مش النهارده الجمعه، النهارده مش الجمعه، عشان ايه؟ الشرط ما اتحققش. الشرط ايه حقش؟ تعال نكتب شكلها البسيط اهو، نقول له بتستخدم اف ثم، تعال هنا الشرط ثم كلمه زن سمول، خلي بالك، ونقول سمول اهو، بعدين هنا الكود الذي سيتم فيه، سيتم في حالة تحقق ايه يا عم؟ في حالة تحقق الشرط. اتفقنا؟ يبقى ده الكود هيتم في حالة تحقق. بعدين اكتب كلمة انت، خلي بالك اهو، هجيب هنا عشان تبقى واضحة، كنترول ال اهو، اف تمام، وزن، واند، كلمات ايه؟ ها باللون ها الازرق. تمام، بعد كده الشرط، هنا الكود اللي بتنفذ في حاله تحقق الشرط. لو الشرط ما اتحققش، مع السلامه، ما يدخلش هنا اصلا، هو بيشوف الشرط اتحقق يا ابن الحلال ادخل هنا، ما اتحققش يجي عند الاند هنا اف، وبعدين يطبق الايه؟ الاوامر اللي تحت. لو انت مثلا ظهرت اهو رساله اسمها نهايه الكود،
اهو نهاية الكود في كلا الحالتين هيتطبق. ليه؟ لو بيخلص بيطلع من عندي ينفذ، وهنا لو اتحقق بينفذ اللي هنا بعدين ينفذ. تعال نجرب اهو. لاحظ نهاية الكود ما نفذش الرسالة الأولى بس نفذ هنا، لأن ده بيتنفذ. ليه؟ لأن أنت قلت له هنا سات بيساوي فرادي. طب خليه النهاردة الجمعة، تمام، قدرا جه النهاردة الجمعة، تمام أهو. تعال شوف بقى فرايدي هل بيساوي هو الفرايدي. فالطبيب موجود وقت الكود والله يا اخوانا، يعني لازم تحققوا الشرط ده عشان ابدا اعمل هنا. خلي بالك مش يساوي، ممكن اقول له مثلا اكبر من او اصغر من او اي عمليه من العلامات الحسابيه دي، صح؟ اي عمليه من العلامات الايه، اسف، العمليات المنطقيه اللي احنا ايه خدناها، تمام. هناخد ان شاء الله كده حاجه اسمها اند اور ونط والكلام ده، تمام. جميل جدا، بفضل الله كده خلصت الشكل البسيط لإف إن شاء الله، اللي استفدناه البنية الأساسية الشكل بتاعه بتستخدم في كذا، ولا في احتمالين بس، في حالة تحقق الشرط يعني بيتم تنفيذ بكود معين، حالة تحقق عدم تحقق شرط تنفيذ إيه كود معين اللي هناخده الدرس القادم. ده الشكل الأول، تمام أهو. يبقى كده ده الشكل البسيط. الشكل الجاي إن شاء الله هو اللي إيه هيكون فيه كده أو كده، تمام. يعني لو لقيت الخميس كذا الجمعة ما لقيتش الدكتور موجود ممكن اروح تاني، بيفتح مثلا لو السبت يبقى بيفتح السبت، اتفقنا؟ دي اللي هنتكلم عليها الدرس القادم ان شاء الله. ولحد دلوقتي يكون خلصنا بفضل الله اف، يا رب تكون اتفهمت. اف الشرط كلمة زن كلمة محجوزة هنا لو الشرط اتحقق، لو الشرط ايه اتحقق، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.